صباح الخير لكل المشاهدين. بحب الأسابيع يلي بنقدر نعمل فيها 6 سيشنز ورا بعض لنقدر نكمل البازل يلي بنشتغل عليه. هذا البازل هو بازل بيتعلق بالعضلات الموجودة بكافة أنحاء الجسم، بيتعلق بالعضلات الكثيرة يلي بتشتغل وبتأمن للإنسان الوظائف الحركية تبعوله. بتعرفوا أنتو مش بس لما نكون نحن عم نعمل سيشن رياضية بنكون عم نحرك عضلاتنا، نحن بكل شيء بنعمله بالحياة لما يتعلق بالجسم بنكون عم نستعمل العضلات تبعولنا. هذا الشيء ما بيكتمل إذا ما بنحط عليه العامل الفكري، وخاصة هون بالحصة الرياضية يلي دائما لازم نفكر فيها، نعرف شو عم نعمل، نكون نحن عاملين إذا بدكم بلان من قبل. مثل ما بتعرفوا أنتوا أول أسبوع نحن نقول الاثنين رح نعمل هيك، الثلاثة رح نعمل هيك، الخميس رح نعمل كارديو فاسكولار تريننج، السبت رح نعمل نوع ثاني من الكارديو فاسكولار تريننج، وهذا هو البلانينج بالتمرين يلي مثل ما بكل الحياة لازم نكون عم نعمل بلانينج، لازم نكون بالحصة التدريبية أو بالحصص التدريبية تبعونا نكون عم نعمل بلانينج. شهر مباشرة أو شهر بالتمام بيفصلنا عن الهانب الرئيس، هذا الحدث الرياضي اللي رح ياخد حيز كتير كبير لأنه يونيك، لأنه كتير مهم، لأنه لأول مرة بصير بالميدل إيست بهالطريقة، ولأنه نحن عنا كل إيمان مع الـMTV أنه رح يكون إيفنت كتير رائع تقدروا تشاركوا فيه. أبسك الرئيس، خلينا نشوف شو هو اللي تعرفوا أكتر. كل يوم عم مرق فيديو، أكيد عم بيجي يقطع الفيديو خلال النهار على الـMTV، نشوف سوا الفيديو ونشوف شو هو أكتر الأبسك الرئيس. For the first time in the Middle East, Hannibal Race 2014. On Sunday, September 7th, at Zara Raw Club, 8 a.m. sharp. Are you ready for an experience of a lifetime? A race unlike any other. An unpredictable race. All you need is a fighting spirit, a warrior's heart. Anyone can do it. Do you think you can? Grab your ticket from Virgin Ticketing box offices. Sunday, September 7th at Zara Club. Hannibal Race 2014. of September 2014 بالزعرور كلوب. أهم شيء تعرفوا أنه ابتداء من هالسبت ما رح يكون في هانبل كامبس بقى، لأنه هذا الشهر اللي حنكون عم نتواصل معكم عبر hannibalrace.com. رح تشوفوا العناوين على الشاشة هلأ، عبر الفيسبوك يلي عم بينزل كل يوم تشالنجز تقدروا تعملون من هلأ ليصير موعد السبق. أكيد الفيسبوك بيج هانبل ريس عملوا له لايك وشوفوا كل البروغرامز اللي عم نحطها. أكيد على إنستغرام هانبل Warriors. موضوعنا لليوم رح يكون chest و biceps، بركي أكتر common training دايما ببلشوا فيه الشباب والصبايا، بقولوا اليوم عندي chest و biceps. أنتوا بتعرفوا مش ضروري يكونوا عم بينعملوا سوا، وكمان بالتالي مش ضروري يكونوا عم بينعملوا نهار تنين، فلازم نكون دايما عم نغير بالبروغرام تبعولنا. اليوم رح اشتغل بطريقة كتير هينة اللي عم بعوزه أنا، very simple accessories هن بتقدروا بتعوزوهم لتزيدوا إذا بدكم الخيارات اللي عندكم إياها بالتمرين. خليني بلش مع supine position، ولما احكي supine position يعني مستلقي على ظهري وعم بعمل بالدمبلز او بالباربل او بحيالله اكسسوري، عم بعمل حركه للبيكتورلز. اكثر شيء بتعرفون باللغه العاميه chest muscles. اكثر حركه اذا بدكم كلاسيكال وكومن هي دمبل chest press. start position من فوق، دقين شوي الدمبلز ببعض بس ما عم بيطرقوا ببعض بطريقه كثير قويه تما يكون في ريباوند افكت على الكتف. down and up 15 مرة، معدة دايما مشدودة عم بتنفس بطريقة صحيحة، كل مرة في pressing لفوق عم فضي نفس. that's 4 5 6 7 8 9 10 دايما راسي على step أو على البنش. that's 2 3 more to go. 1 2 و3 perfect. سرعة معتدلة، ميلي للبطء دايما هي تتحكم بالحركات تبعولي. اليوم أداء الحركة مثل ما دايما نقول بيحكمها وضعية الجسم. في نوعين من وضعية الجسم يلي هي بتتحكم كمان بالحركة تبعيتنا. أول وضعية من إلا static posture، لما أكون أنا واقف محضر حالي قبل ما بلش بالحركة، ظهري جالس مثل ما واقف انا، ركابي مطعوشين شوي من هون، عندي ناتشرال الاينمنت بالسباين تبعيتي لانه السباين منا جالسه 100% فيها،
اذا بدكم كيرفز انا واقف هيك معدتي مشدوده. اليوم بنتقل على اذا بدكم دايناميك بوستر لما بلش اشتغل بالحركه. لما اكون عم بعمل هيك مثلا واطلع بالحركه انا مني بدايناميك بوستر صحيحه، لازم الوزن ما يخليني خربط بالبوستر تبعيتي. هون بعرف انه انا التمرين تبعي سيف وفيه بالنهايه ريزلتس. يعني بوستر صحيحه انا وياك اون وان ارم يو جو، معدي دائما مشدوده، دو نوت سوينج when you lift، يعني ما بعمل هيك وبطلع، do not swing، كمان more and more more and more. أكيد الأوزان بيختلفوا بين شخص والتاني، بين level والتاني، وبين target والتاني. more and more لازم ننوع بالحركات. يعني بكل بساطة البوش أب اللي هي عم بركز فيها على عضلات الصدر، ولكن بالإضافة عدة حركات أو عدة عضلات عم بكونوا عم بيشتغلوا رح أعملها بطريقة مختلفة شوي، اللي هي حركة بتسمعوها كثير لما نحكي فانكشنال تريننج. عم بحكي عن حركة اسمها بيربي، حركة هلأ كثير ترندي. لما أقول ترندي يعني كثير صاروا من العالم بيعملوها، إذا بدكم على السوشيال ميديا على الويب سايتس اللي بتحكي فتنس بيعملوها كثير بوم، على انها بتحرق كالوري وحده بكل بيرفي بتعملوها، هاو ماني بيرفيز يو كان دو ا داي. هدول الامور كلها خلينا نحكي رح اعمله انا هلا هي باور بيرفي. باور بيرفي يعني فيها بوش اب افكت، كمان فينا نعمل بيرفي بهالطريقه، فينا نعملها مع جامب وفينا نعملها مع بوش اب. وانا بدي ركز اعمل 10 مرات 10 بيرفيز مع بوش اب كل مره تو تريجر البيكتورلز. ليتس جو. That's one. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. معدي مشدودة. Eight. Nine and ten. And ten. Perfect. Switch. بايسبس. هاو الاوزان اللي عم بشتغل فيهم هن اوزان للديمونستريشن، بلتقطها بطريقه صحيحه اب لفوق، ثبت كوعي باربل. ليتس جو. واحد سلولي داون، اثنين سلولي داون، ثلاثه سلولي داون، اربعه slowly down، كمان خمسة slowly down، ستة down، سبعة كمان، ثمانية تسعة عشرة slow، two more، واحد one more، على مهلي لتحت. perfect. برجع لسوبين بوزيشن مع الدمبلز فري ويت. اخر حركه لليوم بتكون قبل ما بكره اشوفكم كمان مع السوبر تيم دمبل فلايز مع التلت بالاخر مع روتيشن صغير. 2 3 4 5 الكوع شوي مطعوجين، 6 7 8 9 10 I go for 2 more، 1 that's it. 2 مشاهدينا تمارين كثير صغيره وتيبس كثير صغار بيساعدونا نحسن اذا بدكم كيف نحن منفكر تجاه الفتنس. تذكروا انه هيدي حصه تعليميه بامتياز، مش ضروري تتمرنوا معي، بعدين فيكم تاخذوا كل التيبس كل الموفز اللي عملناهم وتطبقون بالجيم ببيتكم على الرصيف على الكورنيش او حيلا محل. بس بذكركم حطوا قلبكم بكل شيء عم تعملوه بالرياضه وبتاخذوا نتائج. بشوفكم بكره مع التيم. until tomorrow get fit stay fit. thank you.